نظن انه حان الوقت انه يعني ننتهي من هذا الجامع. بقات بعض الامور يعني الجد تقنيه اللي احنا بشرنا فيها في المرحله الاخيره، يعني ثلاث شهور ولا ربع شهور وحنا نقوم باجتماعات لنضبط الرزنامه باش ننتهي من المشروع. احنا بدينا الان وضعنا ورقه طريق وبدينا في العمل، يعني حتى نشوف انه الممر الشمالي يعني لو بون است اللي كان ثلاث سنين هو الان متوقف من العمل. احنا تلاحظوا انه تقريبا راح ننتهي منه في قريبا جدا، يعني اون ديبلوكي تو لي بروبليم تكنيك ولو بون است. لو بون است يعني اللي يسمح على الاقل كي ندير لا ريسبسيون تكون عندنا لا كونفورميتي، باسكو يعني سي تون ريزيرف تاع لا بروتيكسيون سيفيل. انه مشات يعني مشروع يعني بون كيما نستنوا فراج دار، يعني هو منشاه فنيه انطلقنا فيها مؤخرا، وان شاء الله في 20 يوم ولا 15 يوم ننتهي من هذا الاخر. نفس الشيء بنفس الشيء بالاشغال المتبقيه اللي ننتهي من انجاز هذا المنجز الضخم ونخليه نحطه في تصرف المواطنين باش الناس تروح تصلي فيه وتدي فيه الشعائر الدينيه.